اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اصل الحكايه. النهارده هنتكلم عن الدوله الفاطميه، ودايما لما بنتكلم عن الدوله الفاطميه بنذكر المعز لدين الله الفاطمي. وفي اصل الحكايه ان المعز لدين الله الفاطمي ليس المؤسس للدوله الفاطميه، بل هو الخليفه الرابع في الدوله الفاطميه. ولكن اهميه المعز لدين الله الفاطمي ان هو في عهده قدر يوصل لمصر وقدر يضم مصر، بل وينقل الحكم من حكم الدولة الفاطمية من المغرب إلى مصر. ومن هنا بيبدأ للدولة الفاطمية يبقى ليها كيان كبير وشأن كبير. قبل كده قلنا إن الدولة الفاطمية دولة مشكوك في نسبها، وقلنا إن في ناس بتنسب أو بترجع نسب الدولة الفاطمية إلى سيدنا علي ابن أبي طالب وإلى السيدة فاطمة الزهراء. وبعض المؤرخين بيؤكد أنه هو مش من نسل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هو من نسل محمد ابن أحمد ابن قداح. ومحمد ابن أحمد ابن قداح أصوله مجوسية. والبعض كمان بيقول أن محمد ابن قداح أصوله يهودية، أن أمه وابوه يهود، توفى الاب وتزوجت الام من راجل مسلم. هذا الرجل ربى قداح وعلمه، ومن نسل قداح كان في الدوله الفاطميه او حكام الدوله الفاطميه اللي بدات في المغرب. مشكله النسب اللي احنا بنتكلم فيها دي، المعز نفسه لما نزل مصر وناس بدات تتكلم على فكره نسبه، هل هو فعلا من علي ابن ابي طالب من آل البيت، ولا هو من ابن قداح، من نسل ابن قداح؟ كل اللي عمله ان هو مسك السيف وشده من الغمد بتاعه وقال هذا حسبي، ومسك فلوس ونفرها على الناس، رماها على الناس وقال هذا نسبي. فالراجل بيقول لهم اللي معايا هياخد الفلوس، واللي ضدي هيبقى السيف هو الحل بتاعه. من الاشياء اللي محدش يقدر ينكرها على المعز لدين الله الفاطمي ان هو كان محب للعلوم، وان هو معظم وقته كان بيقضيه في القراءه والرد على الرسائل وما شابه. المعز لدين الله الفاطمي اتقن اكتر من لغه بجانب اللغه العربيه. فمثلا كان بيتقن اللغة البربرية، ودي أول لغة حاول يتعلمها بعد اللغة العربية الأم بتاعته. ليه اللغة البربرية؟ لأن معظم رجال المعز لدين الله الفاطمي كانوا من قبائل البربر، قبائل الأمازيغ، فكان لازم يتعلم اللغة البربرية اللي هي اللغة الأمازيغية. بعد كده اتعلم اللغة الرومية، وأعتقد إن هي دي اللغة الإيطالية يعني نسبة إلى روما اعتقد. وبعدين تعلم اللغة السودانية، وله قصة جميلة جدا مع مدرس له كان صقلبي. المدرس دوت هو اللي كان بيعلمه الكتابة، كان اسمه المظفر الصقلبي. الراجل ده في يوم من الايام حصل بينه وبين المعز مشكلة، رغم المعز هو عيل صغير لسه بيعلمه، حصل بينهم وبين بعض حاجه، فتقريبا ضايقه يعني، ضايق الاستاذ بتاعه. فالراجل برطم بكلمتين كده يفك عن نفسه باللغه الصقلبيه بتاعته على اساس ان المعز مش هيفهم. والحقيقه ان المعز ما فهمش، لكن بعد ما اتعلم اللغه الامازيغيه او لغه البربر او اللغه البربريه، وبعدين اللغه الروميه، وبعدين اللغه السودانيه اللي هي لغه الافارقه، تعلم اللغة الصقلبية، وقاعد فاكر الكلمتين اللي اتقالوا له دول. وبعدين لما وصل وفهم الكلمتين دول لقاهم سبة قبيحة، المدرس كان بيشتمه فقرر ان هو يقتله، وبالفعل قتل المدرس بتاعه. رغم ان المدرس اساسا دوت كان ذو مكانة وحظوة عند المعز لدين الله الفاطمي، كان بيتدلل قوي يعني، كان بيتدلع قوي على المعز على انه استاذه. لكن اول ما فهم ان اللي اتقال له ده شتيمه، المعز اول ما عرف ان اللي اتقال له ده شتيمه قتل. معز لدين الله الفاطمي ما تبرعش كده يجي مصر منه لنفسه، بالعكس ده هو
تم الإرسال استدعائه لمصر من قبل بعض رجال الدولة الأخشيدية في نهاية عصره وفي عصر الإضمحلال النهائي وضعف الحاكم فيها. فاختار جوهر الصقلية علشان يروح يفتتح مصر. يقال ان الجيش اللي خدوا جوهر الصقلي علشان يضم مصر للدولة الفاطمية في المغرب تكلفته كانت 24 مليون درهم. وفي قصة بتحكى ان ام المعز نفسها ارسلت جارية تباع في اسواق مصر، وهي تتبعت الجارية دي وكانت طالبة فيها 1000 درهم. اتباعت لبنت الاخشيد ب600 درهم لتستمتع بها. وانا معرفش يعني ايه تستمتع بها، يعني هل كان بيحصل حاجة بين بنت الاخشيد وبنت البنت الجارية دي، ايه وجه الاستمتاع ببعضهم يعني مش مذكور، ولكن هو دوت اللي بيقال لتستمتع بها. وان بنت الاخشيد بنت الحاكم نفسها هي اللي نزلت السوق واشترتها. وهنا أم معز قالت إن حكت الحكاية للمعز، فالمعز قرر إن هو بالفعل يجب أن يتم ضم مصر الآن، وإن لما واحدة بنت ملك بنت حاكم تنزل بنفسها علشان تشتري جارية لتستمتع بها، فده معناها إن مفيش نخوة عند الرجالة وإن مصر منتهية والأمر سهل وبسيط. برضه من الامور اللي بتقال بان الجيش كان ضخم جدا، كان جيش جرار، وفي مقولات بتقال ان مفيش جيش على مستوى التاريخ يعادل جيش الاسكندر الاكبر غير جيش المعز لدين الله الفاطمي اللي هو كان بيقوده في الفتره ديت جوهر الصقلية. طبعا في التاريخ بشكل عام حصلت مقارنه بين اهم حد في التاريخ اللي هو بيعتبروه اسكندر الاكبر او يعني الامبراطور العظيم دوت، وبين باقي الملوك، ومؤرخين قالوا ان تحتمس الثالث اهم من الاسكندر الاكبر لاسباب هم ذكروها يعني. لكن ما علينا، هنقول ان دايما بيقال المثل بالاسكندر الاكبر الاسكندر المقدوني، وان جيش جوهر الصقلي كان من الكثافة ومن الضخامة ومن العدد والعدة والعتاد، انه كان كبير جدا وضخم جدا، ولذلك بيقارن بالاسكندر الاكبر. لما جوهر الصقلي نزل مصر ما لقاش مقاومة كتيرة، تم الافتتاح، مر على المدن اللي كانت موجودة في الوقت دوت اللي هي مقر للحكم، سواء كانت العسكر او القطاع او الفسطاط، وما عجبوش حاجة، فالراجل قرر ان هو يخطط القاهرة. المعز كان عايز يسمي القاهرة دي المنصورية في الأساس، وتم إنشائها، والقصة بتاعت المنجمين قلناها الفيديو اللي فات الحلقة اللي فاتت، فما فيش داعي لذكرها يعني، وسماها القاهرة. لما المعز جه في 17 من رمضان ودخل القاهرة، هو مر على الفسطاط والعسكر والطلائع بسرعة كده، ما دخلهمش، مر من عليهم ودخل القاهرة، والحقيقة انها ما عجبتهوش، وقال انها وطيئة، كان بيأنب جوهر الصقلية عليها وقال له انها وطيئة، لا هي جبلية ولا هي بحرية، يعني لا هي على النيل ولا هي فوق الجبل، تبقى الجو فيها افضل شوية يعني. ولكن في النهاية الراجل استقر بيه الحب ودخل القصر وصلى ركعتين وبعدين نام، وتاني يوم قعد على العرش بتاعه اللي كان مصنوع من الذهب وتلقى المباركة. دي بداية حكم الدولة الفاطمية في مصر، وهنبتدي مع بعض نشوف ايه اللي حصل بعد كده مع المعز ومع خلفائه.